ظهر بعض الأفراد في حالة التمرد، بدأوا يقطعوا الصفحات، بدأوا يوزعوها في الشوارع، وبدأت تظهر دعوات تلفزيونية. الدعوة دي لاقت استقبال وتفاعل من معظم وغالبية شعب. المقابل التيار الإسلامي السياسي عمل حركة اسمها التجرد، ولكن دي ما قبلتش أو لم تنطق إلا من أنصاره أو أنصار التيار اللي تفاعل معها. بدأت الفترة قبل 30 مع دعوات التمرد يزيد إقبال ووقف الناس على النزول في شارع أو الميادين للمطالبة برحيل النظام. قبيل 30/6 كان في لقاء تم في الاتحادية لتدارس الموقف في 30/6. فكنت أنا من أول المتحدثين في هذا اللقاء، وأنا أخطأ الرئيس بإني في طوفان الناس عيني في 30/6، وإن الميادين هتمتلئ بالناس، ولابد إن المكتب أو من الرئاسة تتخذ إجراء لامتصاص الغضب بتاع الناس الشعبية. فاستفسر إيه؟ قلت ممكن نطرح أو نعلن عن استفتاء لاستكمال رئيس مدته في العالم. الاقتراح ده لقى يعني رد شديد من ناحية الأعضاء وقال ان العدد اللي هينزل لا يتعدى 4000 يوم عادي هيعدي والكلام ده. الرئيس اخذ الكلام وانتهى. بعد هذا اللقاء كان يوم انا عملت لقاء او عملت اجتماع ذات قيادات داخليه قطاعات وزاره مختلفه عشان نحط خطه تامين يوم 30/6. والخطه اللي تم وضعها ركزت على ان لازم ان احنا نامن تامين جيد التجمعات اللي هتبقى موجوده في الميادين سواء للمؤيدين او للمعارضين. وعمل عزل تام ما بين الحشدين منعا من ان حشد يحتك بالاخر، وتتحول البلاد الى سكان في الشارع وتتحول الشوارع الى كل الناس. بالاضافه الى ضروري او الاهتمام ايضا بتامين المنشآت الاستراتيجية والحيوية منها أقسام الشرطة منعا من حدوث التهمات عليها. ونرجع تاني فيما حدث يوم 28/2013 يخش في دوامة الفوضى اللي شهدتها. ويأتي في الآخر بيت المنشآت ومقر الاحتزاب سواء الوطنية أو الإسلامية للتيار الإسلامي، ودي أو كان منها دي القوات المحلية الإنسان التابعة لها هذه المرة. يوم 28 كانت يعني شبه بروفة في 30/6، الحشود نزلت في الميادين، طبقنا الخطة، تم عزل الخطتين وتنفذت الخطة على أكل الوقت وعدت يوم السلام دون المسلمين. عقب انتهاء 28 في بعض متجمعين صار من بعض الأفضل استمروا اللي كانوا طوح اللي كانوا في ربعة استمروا، وكان هدفهم حصل أي خطر أو تداعيات على الحالية على حصل الحالية إن هم يكونوا كعناصر موجودة في الشمال. يوم 30/6 صباحا نزلت نوع كبيرة من المواطنين كافة الميادين على مستوى المنطقة. كل خطة من الخطط والقوات منعت الاحتكار، منعت العزل ما بين الشيء اللي موجودة في الشارع، وعملنا ومرضة أول ساعات النهار على قيام الشيء. يعني بدأت بقى بعد كده تحصل تجاوزات، تحصل اشتباكات في يمكن في معظم محافظات الجمهورية. كنت بتابع طبعا كل الأحداث اللي موجودة على مستوى الجمهورية، واتخذ قرارات فيها تقريبا على برج المغرب أو على العصر كده. كان مدير أمن القاهرة بلغني إن في بعض الصبية والشباب عددهم مش كبير
يتجمعوا أمام مسجد الشاب يهتفوا بسقوط حكم المرشد ويقوموا بإلقاء بعض الحوار على مبنى، وإن هم في سبيله إن القوات المحلية بتاعت القسم هتبدأ إنها تعمل كلام معاهم وتصرفهم ويقوموا بعد السبيل. في هذا التوقيت اتصل بيا مستشار رئيس الجمهورية في شؤون الأهلية أمين أردن، فلم يقول لنا نفس ما قال لي وأنا في التقديم وبإذن الله الله. بعدها بشعار اتصل إلى باني تماما وقال لي في عناصر من الإخوان داخل المبنى تطلق النار عشوائية سواء خطوش أو آلي، وإن في عدد من المواطنين اللي كانوا متواجدين سقط ما بين فقير ما بين بريء، لأن الظابط بتاع المكان تعين لحظة أمام المقر ده توقف. فطبعا قال أنا هدفع من قوات الأمن اللي عندي، وبعد كده كلمني جاني قال الأمور الناس بدأت تتصور الناس الناس بدأت تنزل في الشوارع، بدأوا يسدوا المداخل ثلاثة بتوع محطم بتوع مساكن الزلزال الموجودين هناك، نزلوا أو البلد جبت ونزلوا هناك، وإن اللي استفزهم أكثر من بعض العناصر تم دفن بعض العناصر من الخارج في مصر من داخل المطار، إن في بعض ضرب أو الناس طردته، حتى كان في مجموعة من طرد الناس تمت في أحد العقارات، وكان الناس هم يعني أعتقد إن في حد من القيادات كان كلمني في هذا، وأنا قلت لهم الوقت اتصرف، المهم قدروا إن هم يزيحوا الناس أو يبعدوا الناس، وتمكنت العناصر دي من إنها تهرب من المنطقة الخلفية. بعد ما حصل كلمني سام وقال لي ان احنا المشكله ان احنا مش قادرين نخش المكان، ان في كتل بشريه موجوده سواء امام المبنى او في على المداخل الثلاثه دول، وان القوات بتتعامل معاهم وبتحاول انها تخش، ولكن في مقاومه عنيفه الناس معتقدة إن الشرطة جاية عشان تحمي من المقر، كانت ضد القوات المهمة أو بتحاول إنها تحول بين كل القوات في المدرسة. قلت له طب شوف مع المركزي التعاطف الاحتياطي، المهم تعذر إن القوات تصل إلى هذا المبنى لإحتواء كنا دخلنا بقى في الأسواق أخيرا من البيت، كان قرب الفجر كده جاء اتصال تليفوني من الدكتور محمد بورسي واستفسر مني عن الحال عن مكتب الشاب، فأنا أجابته إن في الحالة قلت له إن في إطلاق نار موجود يطلع من المقر، وإن في ناس داخلة أوقات مدنيين، إن الطاقة بتاعنا مصيب، إن لابد إن يتم إيقاف هذا الطرق حتى توثق الجهات الكتل البشرية الموجودة دي إنها تنتقل، حتى كان تم إشعال النار دورين، وإن القوات مش قادرة تخش الناس تحول دون دخول عربيات الكهرباء. فوجئت إن هو بيقول لي يعني كان ظباط القناص بتاعها بطل ضرب على الصراط والابواب الحديديه بتاعت المقر عشان يفتحوها ويمكنوا الناس اللي يفتحوها. فانا فوجئت اللي هو قاله، قلت له لا في بلد حضرتك ده بيقصد او بيجد لنفسه مبرر وقت حساب عنده مبرر يقول ان الشرطه هي اللي ضربت الشرطه في المشهد، نرجع تاني للقناصه مش للقناصه وعلى انه اذا كانت الشرطه هي اللي عاوزه تدخل الناس، فبعد اذن حضرتك استعين بقوات المسلمين. نعم فعلا فعل شديد جدا،
وقال لي الكذب هيعدي وانا بنفسي اللي هحاسبك. وانتهت الكلمة. بعدين وقعت المحادثة دي بعد صلاة الفجر حوالي ساعة أو ساعة ونص شوية بدأت سكر قرب النار، بلغوني قرب النار سكر إن العناصر اللي هجرت الكلب، بدأت الأمور تهدى، بدأت تهدى الناس، بدأت الأصوات تهدى في نار الخش، وطفي دخل المتصفف. وتاني يوم النيابة راحت عيني ولقيت عدد كبير من الطلبات سواء أعياد أهلية أو آلي داخل المقر، والنيابة انتقلت وعملت معايا وقدام مدينة القطنية. تاني يوم كان في مجموعة اتظبطت من العناصر اللي كانوا بيدفعوا بيها الخارج، وكانوا طلبوا تقريبا في عربيات فيها سلاح فيها أدوات خاصة بمصنع العنف. عمل محضر وعرض على النيابة، فالنيابة طلعت من جنيه الخارج. ده أدى إلى ثورة عامة أخرى من الناس اعتراضا على هذا القرار، وطرحوا على اسم المؤقت وحاولوا إن هم يفتحوا الاسم، وإلى أن القوات اتعاملت معاهم في عدد من الضباط، وإن